في الأردن وفي البلاد العربية عم ينتشر هلأ الميك اب ارتست أو أخصائيين التجميل اللي بقدموا خدماتهم بشكل مستقل. هدول بيحتاجوا لمظلة تنظم عملهم وتحميهم وتسهل وصول الناس لإلهم. ومقابل تسهيل هذا الوصول تقديمنا للمعدات والتوصيل والحماية، إحنا بناخد جزء من الأرباح اللي عم تدخل لهم. تقريبا اسعارنا افوردبل لانه اصلا اسعار خدمات التجميل منخفضه بالعالم العربي مقارنه برا، فلما تزيدي عليها 20% ما عم تطلع برا الرينج تبع الناس اللي بدنا نحكي عنهم الطبقه المتوسطه. الحمد لله احنا فتحنا من شي 5 شهور لهلا عملنا 200 اوردر وشوي زياده، عم نلاقي الناس عم بيرجعوا لهي الخدمه لانهم تعودوا على راحتها، فما عاد يطلعوا ويدخلوا بالازمه والعجقه، عم بيحبوا الناس تيجي لهم براحه بيتهم يقدموا هالخدمه. أكبر تحدي عندنا هو نلاقي ناس مدربين نقدر إحنا نرفع من مستواهم، نقدم خدمة كويسة للناس مع هدول الميك اب ارتست وأخصائيين التجميل. عم نحلها بإنه عم نشتغل على الناس، عم ندربهم، عم نرفع من كفاءتهم، لأنه ما فيك تستني من السوق يقدم لك اللي بدك إياه، بدك تشتغلي عليه.